فجأة ودون سابق إنذار تتجه الأنظار إلى بلدة القرداحة في اللاذقية لترقب نتائج محتملة لصراع كبار حيتان السرقة والنهب، فيما يزيد من حالة الترقب تلك خروج رامي مخلوف ابن خالي بشار في مقطع مصور ثان يحشد فيه أبناء الطائفة العلوية بتذكيرهم بأموال قتل السوريين وداعيا إياهم للاستعداد لما هو أسوأ. بلشت الأجهزة الأمنية تعتقل موظفينا، الوضع صعب، الوضع خطر، والله إذا استمرنا بهذه الحالة والله وضع البلد كثير صعب. دعوات مخلوف المكررة للاستعداد ثم التحذير من تصرفات أجهزة مخابرات أسد أي من كان يطعمهم بحسب وصفه بعد اعتقال تلك الأجهزة لعدد من مديري شركاته وتركيزه على مسمى تدخلات الآخرين المحيطة ببشار وصولاً لاستثارة قرى القرداحة بأن أجهزة بشار والمحيطين به أي أسماء الأخرس بدأوا بالتعدي واعتقال الموالين أنفسهم لوضع حد للتدخلات المحيطة حول صاحب القرار. ما بيجوز تخلي الآخرين يتعدوا عليهم، هدول ناسك، هدول موالين. أثار كل ذلك حالة انقسام بين أبناء الأقلية العلوية وسمح بعملية استقطاب وتحشيد على مواقع التواصل، وصلت لحد الحديث عن مآلات المرحلة المقبلة وشتم عائلات في القرداحة وتبرئة أخرى. نترك الآخرين يتعاطوا معنا بهذه الطريقة؟ ومع ظهور رامي مخلوف بهذا الشكل كتأكيد على انقطاع التواصل مع بشار في محاولة للبحث عن اصطفاف واستقطاب، خرجت شخصيات موالية لتلمح باحتمالية اعتقال رامي مخلوف قريباً. وفي هذه الجزئية طالب شريف إشحادة ممن وصفهم بكبار القوم الذين يحتمي بهم مخلوف لعدم مواجهة بشار، لأن ذلك سيكون له عواقب وخيمة، وخاتما منشوره بالدعوة لإبقاء جبال الساحل هادئة بعيدة عن الخراب والدمار. يا رامي يا تتنازل يعني، يا أما بدي أحبسك كل جماعتك، عم يضغطوا علي لحتى أتنازل، أنا مرعب. دعوة قد لا تعجب رامي مخلوف وأتباعه، خصوصا مع تأكيده بمدى خطورة إجراءات وتصرفات بشار وأجهزة أمنه. وهنا وفي نموذج مصغر لعمليات الاصطفاف بين العلويين يخرج لؤي حسين ليحذر من أن صراع رامي مخلوف مع بشار الأسد سيكون له تداعيات خطيرة على معيشة الموالين والشبيحة في الساحل، في حين اعتبر ابن عم بشار فراس رفعة الأسد أن خلاف رامي ليس مع أسماء الأخرس بل مع بشار شخصيا وعائد لخلافات بالقسمة وتشبثه بحصة المسروقات الأكبر. وفي إهانة مكررة لآل مخلوف يصف فراس خروج رامي بمقاطع مصورة سقوطا أخلاقيا كبيرا يليق بابن محمد مخلوف وأبنائه، فيما طالب ابن رفعة الأسد من ابن محمد مخلوف بالكف عن اللعب على وتر فقراء العلويين وتسمينهم كعجول لذبحهم عند الحاجة. وهنا طرحت التساؤلات، هل وصل الخلاف بين آل أسد وآل مخلوف لشتم اللحى والشيب؟ وهل سينحصر إطار الخلاف بين رامي وبشار بحدود قسمة المليارات؟ أجهزة الأمنية تأتي على شركات رامي مخلوف اللي كان هو أكبر داعم لهذه الأجهزة وكان أكبر راعي لهم. نترك الآخرين يتعاطوا معنا بهذه الطريقة؟ نحن يلي حطينا الغالي والنفيس.